هربان بيه وهذا السيد هذا انا غندير موطور اش غندير به شوف يا خرافي السلام عليكم ورحمه الله تعالى اشخاون اخويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مباشره معكم من شارع الطهر السبتي تلبس بسرقه دراجه ناريه وسط المدينه يعني شفتوا المواطنين وغادي بها انتظار سيارات النقل اللي غتنقل هذا الشخص الى دائرة من اجل استكمال التحقيق شوف انا ما عارف لا موطور لا مول موطور مشاهدينا الكرام هذه الدراجه الناريه كان واحد الحادث سير وصفر استغل 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 الفرصه وبغى يدي هذه الدراجه الناريه خويا ما نجي من الموطور كاين لا انا من بعد خروج الشهر الكريم كنلاحظوا ان السرقه كثرت في هذا المكان ما كاين لا سارقه لا والو اصاحبي الله يديك اصاحبي الله يديك اصاحبي الله يديك مشاهدينا الكرام يعني عندنا مقطع فيديو اللي غادي به كي ديما راه فيه باش يديه عاش عيد موطور مثل إمارة رب لا دوز دوز كيف تأسي لكن قاسي مشاهدينا الكرام الحظ على ملس متلبس هذه اللحظات غيتم نقل هذا الشخص الى التحقيق يا حاجه لا يا مشاهدينا الكرام قبض عليه متلبس بسرقة الدراجة النارية من وسط الشارع استغلال واحد النزاع وحاول انه يسرق الدراجة النارية كيف يا ها مالك كاين هو المطر هذا ها هو اللي من ليه واد ها غادي بيه واش دار معاك
وفاني 253. مشاهدي متابعي قناة الشعب شوف تي في، إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.